رحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته. اللهم ولا ساحرا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. الله